2020. بجد انا اول ماتش اهلي والزمالك بتاعي في حياتي اخاف اروح الاستاد. اوكي. يعني انا عندي يقين في كل ماتشات حتى والاهلي وحش بروح الاستاد. جيت في ماتش القاضيه ده خفت اروح. وانا في 2012 طب ما تبقاش تروح تاني. لا لا الماتش ده بالذات انا رحت. لا انا حضرت انتصارات. انت فاكر يا كابتن ايام؟ لا ماليش دعوه هي 27. ورحت بعد كده بقى خمسات واربعات وستات وحاجات كتير. ف قلت انا ستات نتيجه يعني. لا اللي هو الستة. لا حضرت كل النتائج في الاستاد. فقلت انا هعمل حاجه زي ما حصل في 2012 جد ووليد سليمان في الترجي. اتفرجت في النادي الاهلي في الجزيره. فانا قلت يعني تفاؤلا يعني هروح اتفرج على الماتش في النادي. فكلمني طبعا بس ما فيهاش خصم. اللي هقوله ده ما فيهوش خصم. كلمني الاستاذ ابو الخطيب قال لي انت هتعمل ايه؟ قلت له انا مش رايح الماتش خلاص يا ابني. قلت له انا مش هروح. هتعمل ايه؟ اتفرج في النادي. قال لي طب كويس احنا ممكن نطلع باستوديو من هناك. كان ساره واحمد سمير ونعم عملنا استوديو هناك قدام الدولاب البطولات. ايوه عند المبنى الاجتماعي. فطبعا الماتش وواحد قاعد ورانا بنتفرج جنب ملعب التتش كده. واحد قاعد ورانا جاله الجون بدري شويه يعني جاله على الموبايل من من برنامج كده فقال جون. فهو قال جون كلكم بصيتوا له. احنا فرحنا مع الجون وخلاص. الجون جه بقى مش عايز اقول لك يعني الحاله هستيريا بقى ويعني. فانا المفروض عندي برنامج فالناس وانا عندي اوضه اللبس عندك هوا. عندي هوا اللي وانا رئيس تحرير البتاع وهطلع البرنامج ساعه فانا مفيش خصم. فالناس شالوني ولقيت نفسي بقى عمال اهتف من الفرحه ولقيت اعضاء معايا وناس في على الهوا. كل الدنيا بقى معايا ففرحه مش لا قبل الهوا. قبل الهوا ما احنا مستنيين والبروديوسر اتصل بينا مش سامع. مش سامع حاجه. اتصلوا بيا المفروض هجيب ضيوف فهجيب. لا فرحه وروح طبعا صوتي رايح بس يومها لحد الساعه 4 الفجر خارجين من النادي.